أحمد جعفر، عضو مجلس محلي بقرية الناجي. بعد فترة نزوح قارب 3 سنوات بدأت الأهالي بالعودة تدريجيا إلى القرية. قمنا بتشكيل مجلس محلي لهذه القرية من أجل خدمة الناس، علما أن العائلات العائدة إلى القرية قاربت حوالي 350 عائلة، ولكن هذه القرية 40% من القرية مدمر والباقي يوجد فيه أضرار، ولكن هذه القرية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وأولها محطة ضخ المياه غير جاهزة للعمل، بالإضافة إلى لا يوجد لدينا مركز صحي. أيضا الطرقات بحاجة إلى ترميم، يوجد حفر بالطرقات ويوجد ركام. تواصلنا مع بعض المنظمات الفاعلة على الأرض من أجل تقديم خدماتهم إلى أهلنا العائدين إلى منازلهم، ولكن حتى الآن مجرد وعود، لم نرى شيء على الأرض الواقع. نتمنى من هذه المنظمات أن تقوم بدورها وأن تقدم المساعدة للعائدين إلى بيوتهم وقراهم، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، والله بعد غياب 4 سنوات متهجرين، تهجرنا كلها في الخيام والمخيمات، واخر ساعه القصف وقف الحمد لله رب العالمين، رجع بيوتنا، بيتنا مهدم بنعمره ونجهزه، والحياه بدها تستمر وان شاء الله تعالى الامر، الله نامل الله خير يعني، والله يفرج على الجميع يا رب. الناس هون بعد ما صارت التهدئة ورجعت على بيوتها لهون، أغلبية الناس صارت تقص شجر أراضية ليبسان لتبيع ولتتخدم لتاكل لحتى تشرب. ناس هون فقيرة ما في حدا يدعمها، ناس كانت عايشة على الشجر هذا قبل، بعد ما يبس هلا رجعت عم تقصه وتبيعه كرمال تاكل، كرمال تعمر حيط نزلان عندها، كرمال تبني تحط باب أو شباك لتستر حالها في هالبرد. برد هون مناطقنا برد صعب، يعني بنتمنى من المنظمات، اتمنى من هالناس تجي تدعم هالناس اللي هون موجوده، تدعم هالناس اللي موجوده في تركت هلا الخيام ورجعت على بيوتها، بس بيوت تعبانه كلياتها واغلبيتها تعبانه، بيوت بدها رجع حيطان، بدها ابواب، بدها شبيبيك، بدها خزانات، بدها كل شيء، يعني بيت لحتى يصير بيت. تركنا الخيام ورجعنا لهون بس منا بيوت لنسكن فيها، بيوتنا تعمروا لنا اياها.
بعد القصف الروسي والتهجير لمدة 3 سنين رجعنا، قالوا لنا رجعوا على بيوتكم بعد هالتهدئة. رجعنا على بيوتنا ولقينا بيوتنا 3/4 أو معظمها مهدم، عم بيقولوا لنا رجعوا. طيب اللي برا قاعد ومستوطن، أما لكن نحن اللي قاعدين هون ضمن البلد لحد الآن ما فينا نقعد. كيف عم بتقول على العالم رجعوا على بيوتكم وأنتوا عم تضحكوا على العالم؟ يعني إيش هالحكي هذا؟ يعني بيوتنا مهدمة كلياتها، وين بدنا نبرك؟ وين بدنا نسكن؟